بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، المشاهدون الكرام في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله، وصباح الخير على الجميع، وتحياتنا لكم وين ما كنتم بتتابعونا على الهواء مباشرة على امتداد صلاة المحبة وصلاة التواصل الجميل بين قناة النيل الأزرق وكل الأسرة الكبيرة، كل مشاهديها وعشاقها ومتابعيها. أهلا ومرحبا بكم متابعي صباح الثلاث في كل مكان، وصباح الخير وخليك مختلف. أهلا بكم وبرحب بكم تيم صباح الثلاث اليوم، وأول واحد هو حيكون آخر واحد جليلة في التصوير، رضوان عبد الجليل في ال... ما داري اعتراض في الكمبيوتر، معز في هندسة الصوت، اختيار الأغنيات مهند، غرفة البث باشمهندس السيف وخالد. صباح الخير، اكتر زول ده مصباح رايق كده ولا جاني هادي ومزاجه رايق، فطرت شكلك. بالإضاءة راشد، صباح الخير يا راشد. لا ما هو احنا قلنا اول واحد، معناته جاء اخر واحد يا سيف، كده بالتدريج كده تصاعدي. يلا شوف، خليك منتبه، اول زول منه طبعا مخرج صباح الثلاث محمد بركات، ومنتج مدير صباح الثلاث أماني. صباح الخير مقدم صباح الثلاث ود حسن. لا أكيد أول زوجة من ستة إلا هنا. تحية للجميع، وبقلوب كده مليانة محبة مننا ولكل الناس، ومليانة إيجابية، ونقول بسم الله ونبدأه. إن شاء الله حيكون صباح رايق، إن شاء الله حيكون يوم لطيف، وحيكون يوم موفق، وحيكون يوم هادي كده على الجميع. خلونا نبدأ. يا 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 لذيذي، يا زمان الأغنية الجاية الجاية وجديدي، أي صوت